بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جنو لينكس. معكم عبد المجيب. اليوم بتكلم عن ليبر اوفيس وكيف نعدل خيارات التصحيح التلقائي. عشان اصير واضح معك وصريح معك تمام، باللغه العربيه ما بتصير شيء كثير من التصحيح التلقائي من الاخر يعني، اوكي، لانه ما في تصحيح تلقائي ذاك الاهميه، ولكن في تصحيح تلقائي من ناحيه التنسيق زي الروابط والى اخره. ولكن باللغه الانجليزيه اذا كنت تكتب باللغه الانجليزيه فبتلاحظ انه في تصحيح تلقائي، اوكي. طيب خلونا نبدا ونفتح التصحيح التلقائي ونشوف. طبعا تروح له من هنا معدوات، ثم تروح لهم خيارات تصحيح تلقائي، اوكي. بتحصل هنا جدول طويل عديد. طبعا تلاحظ انه مختار لغه انجليزيه وخلاص سحب عليك، ماشي. هذا يعني انه غير مدعوم اللغه العربيه المضافه على النظام، اوكي. طيب راح تلاحظ انه في اشياء كثيره هنا، اوكي، بعضها ممكن توافق مع العربي وبعضها لا، اوكي. فمن الاشياء اللي ممكن يعني بتكون موجوده هنا وهنا زي الروابط، اوكي. الرابط لما يكون متروك بالشكل هذا، ثم تجي تكتب رابط معين HTTP www.arab-kino-linux.org انتر، حط تحته خط تغير لونه، اكتشف انه رابط، اوكي. اوكي نجي الحين هنا لم خيارات صحيح تلقائي ثم نشيله، اوكي. نقول http://www.arab-kino-linux.org انتر، ما في تصحيح. طبعا في موضوع ثاني لاستبدال الشرطات، اعتقد الشرطات المكرره يكون فيها زي ما تكون شرطه واحده زي ما انت شايف، فهو استبدل الشرطه هذه حطه شرطة واحدة أو شرطة طويلة، أوكي. فممكن تلغي الشغلة دي من هنا، خيارات صحيح تلقائي، ماشي ماشي. طيب بالنسبة للغة الإنجليزية واللي هي أكثر توافقية مع النظام، لو جينا سوينا نبدأ نكتب الإنجليزية، نقول بسم الله This is a sample، أوكي أوكي. نكبر الخط شوي، لاحظ إنه قام واشتغل معي وحط الحرف الأول كابيتال. لما حطيت نقطة وبديت شو اسمه جملة ثانية، this is a new sentence، اوكي. فانه مش معي بشكل صحيح، اوكي. sentence did، اوكي تاكد بس. طيب فلاحظ انه حاط معك حرف كابيتال. لو انك حاب تعطل الشغله دي مثلا، اوكي، تروح الادوات خيارات صحيح تلقائي، ثم تلاحظ انه تصحيح الحرفين الاستهلاليين، بدك الجمله بحرف استهلالي، فانت ممكن من هذه الشغلات دي تشيلها الحروف اللي هي الاستهلاليه، تمام. نجرب الحين طبعا this is another sample، اوكي okay. ثم نحط نقطه this is another sentence، اوكي okay. راح تلاحظ انه ما عدل الشغلات دي. هذا موضوع التصحيح التلقائي. شخصيا احب التصحيح التلقائي واتركه دائما مفعل، ولو في شيء زياده بعد حط تصحيح تلقائي راح احطه. تعلمنا اليوم كيف نعدل التصحيح التلقائي وكيف نقدر نضبط الموضوع خاص بالتصحيح التلقائي. نشوفكم ان شاء الله في درس جاي، مع السلامه.